كما شدد الرئيس السيسي على أن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة يأتي في إطار خطط الدولة لبناء 30 مدينة من مدن الجيل الرابع عبر الجمهورية. وأضاف الرئيس السيسي أن بناء المدن الجديدة ليس رفاهية، كما أشاد الرئيس بمعدلات التنفيذ غير المسبوقة. ويأتي افتتاح مدينة المنصورة الجديدة كجزء من خطة شاملة نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية لبناء 30 دولة 30 مدينة من مدن الجيل الرابع على مستوى الجمهورية في الدلتا والصعيد والقناة. والحقيقة التي يجب أن تشاركونني فيها هي أن بناء المدن الجديدة لا يمثل رفاهية، بل هو ضرورة قصوى في ضوء هذه الزيادة السكانية المضطردة والحاجة الملحة لامتدادات عمرانية متكاملة لاحتواء هذه الزيادة ولمعالجة الآثار السلبية لعدم إتاحة هذه المجتمعات من ذي قبل، والتي يأتي في مقدمتها البناء على الأراضي الزراعية والتوسع غير المخطط للكتلة العمرانية.